العدو الصهيوني اليوم اقتحم مخيم جنين لتوجيه ضربة معينة لجسم كتيبة جنين والمقاومين في مخيم جنين. العدو يبحث عن إثخان الجرح والقتل والدمار في صفوف شعبنا وأهلنا في مخيم جنين، ظنا منه لكسر إرادة شعبنا ولحالة الالتفاف والاحتضان لجسم المقاومة في محافظة جنين. المقاومة مستمرة، لن تنكسر لا باستشهاد أحد ولا باعتقال أحد. الدماء وقود للنصر والثبات ولتأجيج المقاومة. مشروعنا اليوم هو أن تنتقل المقاومة بالكامل إلى كافة مناطق الضفة الغربية لتكون مقاومة شاملة، عنوانها مخيم جنين. ومخيم جنين على عهد شعبنا وكتيبته على عهد شعبنا، لن نرفع الراية البيضاء. منع الطواقم الطبية والاعتداء عليها من الوصول للجرحى والمصابين، هذا جزء من الاعتداء الممنهج على شعبنا وعلى كافة قطاعاته وأذرعته. والعدو يريد رفع تكلفة الاقتحامات، رفع عدد الشهداء والجرحى والدمار في صفوف شعبنا لكسر إرادته ولبث روح اليأس في صفوفه، سواء على مستوى الحاضن الشعبي أو على مستوى المقاومين. وبالتالي هو سيفشل وفشل، والمقاومة مستمرة، لن يوقفها لا اعتقالات ولا اجتياحات ولا اغتيالات. الضربة التي لا تقتلها تزيد القوة.